والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة ممتلئ السلطة المحلية، السادة والسيدات رؤساء، السادة والسيدات المنتخبون، السادة والسيدات رؤساء جمعية المجتمع المدني، السادة الحضور الكريم، وبعد، في إطار الأسبوع الثقافي الخامس الذي تنظمه بلدية العيون سيدي ملوك بشراكة مع هيئات المجتمع المدني تحت شعار مقاربة تشاركية من أجل تنمية محلية، يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس البلدي وساكنة العيون أن أرحب بكم جميعا شاكرين لكم تلبيتكم الدعوة ومشاركتكم الفعلية في النهوض بالمدينة، كما أرحب بالسادة المنتخبين والجالية المغربية المقيمة بالخارج وكل المدعوين، آملين أن نكون هذا الأسبوع فاتحة خير ونماء على مدينتنا وساكنتها. ولا يفوتني أن أشكر اللجنة المنظمة للمهرجان على رأسها السيد يعقوبي، والتي بذلت مجهودات جبارة لإنجاح هذه التظاهرة التي نتمنى لها جميعا أن تدوم وتستمر. كما نشكر جميع الأندية والجمعيات وكافة المساهمين والفعالين الذين أبانوا عن حس عال وتلاحم فريد ووطنية راقية للتعريف بما تزخر به هذه المدينة من ثقافات متجذرة ومتنوعة. وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أجدد تهانئي وامتناني لسكان مدينة العيون الذي بادروا من تلقاء أنفسهم بالمساهمة الجدية والمشاركة الفعالة في السويت بنعم على الدستور الذي أرخ بفترة جديدة من تاريخ المغرب الحديث، وهي لبنة أخرى رائدة تنضاف إلى لبنات سابقة أرسلت دعائمها وأساساتها العهد الجديد. فبسم الله إذن نعطي الانطلاقة الرسمية لافتتاح هذا الأسبوع الثقافي، راجين من الله عز وجل أن نكون عند حسن ظن الجميع وأن ننجح في تقديم النموذج الأمثل والحقيقي الذي يرغب المواطن في معايشته وملابساته. ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير المدينة وساكنتها تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وكافة الأسرة الملكية الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.